النجاشي أصحابة ابن أبجر بقر كي حبشبة النجاشي الأورنجري أصحابة مقعيس ابن أبجر لما مات النجاشي النجاشي مركو ننتي كنا وحان وهين نتحدثك وكشا كيستو أنه شأن لا يزال إنو نكزولين يرى إلا أركي على قبره نور قبره سئل النور ككعي. عائشة أم المؤمنين ما سنعتني عائشة أم المؤمنين علمنا علم كان هذا وكما تابعي تابعي وإذا ذكر تابعون تابعين تمركي لغشا كيو وأنك علم كبورتا يسكبغل صحابي صحابي ونغنيا إذا عد صحابة صحابة هذه اللي ترين صحابي ونغنيا لأنه زمن كنبي جوغي نبقى نوره بيه لكن مصنع رك نبقى هاي تابعي زمن كنبي جوغي بالله والنجاش مرحبا بركة صحابتنا وابلغوا ترياي وهذا وقت نبقى جوغي زمن صحابة جوغي إنك صور نبقى مصنع رك راسل النبي عليه الصلاة والسلام نبقى أيه رسالة إصناف صديم رسالة نبقى قد الرسائل ورساله النبي نبينا رسالة أصدر نبي رسالة أصدر لحسن حديدين نجاشي نبي روا أصدر ولما اللحيق مركو حليل بالرفيق الأعلى ومركو ننتهي صلى عليه الرسول ما كنت كذي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب ما كنت كذي جنازة الغائب ما كنت كذي مع أنه النبي لم يصلي أصدر كنا على غائب سواء من جنازة غائب اللي كنت كذي نكي أبوه الرئيوان أصحابه إنه أصو أصحابة ابن أبجروي المعروف الذي يغاني بالنجاشي فتعالوا كالية نقضي أنقين هذه اللحظات يعني دقيقة لهم المباركات يعني المنقصي عن المباركات البركية مع هذا العلم من كان وين بورتا الفدي الفريد الفريد ومن أعلام المسلمين كمان كان وحو هذه والد أصحابه أصحاب أبيه وأبجر كاسوي ياسك دلي ملكا بقر بوها للحباش حبشاء أيو بقروها ولم يكن يعني أماها لله أسك ولد سواه عنو كلام ما دلي أصحاب بس أهو دلي فقال بعض زعماء الحبشة حبشاء أرياشة يميت يعني قار كمل وحيدة لبعض إن ملكنا منك أنك بقر كنوع لا ولد له ولد عنك ومسكنا لغير هذا الغلام ويل كان مؤذي عنك المدل وإن ذلك أرنت أزنى سيفته تكسينيا ويعني تكسينيا في عودده أو وديسي والحال هو حير إن أولا قلين ورق بأنقرب تاغنين أسقوا أولاين هذه أدوية لها أنتو جو أنتو نولي هاي مبضعيفي أو ننس كان مضيئة بعشي لكن ننك أدو رق أولاين قرب تاغنين وكا عددي سحوق بين الأوديس ويقضي على ملكه ملكه يسنه واتقيا وادمنا يا إذا مات هدونت ويسوقنا وحناك حين يا إلى ما لا تحمد عقبا وحن رالي لغا نقليني أيو ننك أن جارسين دون وحيلة وانين الأولاد في عن لهين ورد من الهالك أن ننك أوكلية له ننك أن وحن نوان دون الأوغو فرك هذا ما الحمو نغش بدون أي هدو إنت يقارو قارتا ينكتشن إليه واتلحهم بيقارتا فحبذا قال يا بني هذه لو قتل له أدلة أنا سلامنا إذا نك الأولاد بأنقبض هل كانوا جاهز أدلة وملكنا أنو ديبنو أخاه ولالكيس ولالكيس أصدق الله نشى أنو ديبنو فإن له وحوليها 12 ولدا نك ولالكيس وحولي لبي التمويل يؤازرونه لمن كانت يعني حوجين يوزيرون نغنى في حياتي انتو نولي هاي ويرثونه ويدحليا بعد مماته اللهم يتوويل أصبر دليه إذلاهنا قال يمشي ثابيين بقرنبه دي سواح وسوى دوانا يملي بو ما شابه مالك كاس أنكوه ريجنه وما زال كمو نزولينه يوسوسون لهم الشيطان شيطان كيونه وسواسين ايه ايه ويبصوا في روعه قلبه وكرنا ايه 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 من روعه شرطيسي حتى قتلوا ملكهم أبجر ويدلل ايه نكي أبجر أتحماء بيها ويدلل وبايعوا أخاه ولالكي ولم بايعوا ذا من بعده واحد قال لي أحبارنا كمان دعينا ولالكي من هدين لون ديوي ولالكي إن دمب كمان لعصي عطيه من أحلمات الكوة ريكتين وإنك هدين لديوي أي مرحبا واسكر على نقضة كو ولالكي سيبرك لم بايعوا ذا نشاء وبرباري أصحامة أصحامة وبرباري أصحامة أبيه والذي لسوما أصحامة غير بالذي
أصحاب مركب هو بربار في كنا في عمه أديركي هو سيسو كبربار مركب تقولي أديركي هو مركب أكون بيريو يعني أباك الله مقبه وأخذت يعني آيه مرحبا براعمه تتفجع عن ذكاء اللامعه وأخذت وحي قلت يسي سرعت براعمه براعي كيسي تتفجع إلي كسو نمريسو عن ذكاء اللامعه يعني عقل أكفر بدن دائد وإفايو إيه وحد من رائع يعني قصد إيه قؤان يعني آدوين إيه وبيان مشرق فصيحو مركو هذا ليه إيه وشخصية فذة إيه شخصية إيه الرجل نمو أوه دي أسوى كلمة الأركين ديكي وحون نغذينين عجيب أوه أصحابه وحلم يبقى أنجريوه حتى بلا إله بعيه فؤاد عمه أذيرك قلبي يسمو مقاتي إعجابا به ويلك ولا يابا وتقديرا لمدايا ويلك مزيوينك يسمو يعني يقدر إياه وفيرنا إياه إياه وتفضيلا فضلين له أسجع على أبنائه لم يتمنك يسمو ويلبا ويلك لا تفضل بطيه وكجعل هذا ما أذيرك وحلم من أبا يعني مجرم ويلك يوان ثم وسوس الشيطان مركي ويلك ويلسمو وقفه أصبريبه أذيرك وحما جعله ويلك أنه جعله ثم يعني وسوس الشيطان وشيطان كمان لبعض بوحي وسوسية مرة أخرى لسانة الأحباش وضياش حبشته فقال بعضهم لبعض والله إن أنا ولا نخشى وحكي يا بينا أن يفضي الملك ملك ملك جينه قاره إلى هذا الشاب ويل كان سوء أذيرك أنت سكي يعني ويلش يسيبه كانوا كجعلي ويلش يوم نكقي من بلد نلمت أبا يعني نقمجره ويل كان ملح لماذا إنه هلاسك مركو أذيرك ننتو أيان كي يا بينا والله ما كنا عرناه ولئن تم له ذلك هدو أطاب نقضه ومن احنا من أهلنا لا ينتقمن من ده ونقع ربنا دون شر انتقابه سنك أبيه أدل الله معه هدو من احنا من أهلنا هدو ونقع ربنا دون ونقع ربنا دون كل قد إبن من غير آية ولا يقتلنا وندليا ولا يقتلننا وندليا أجمعين نمان تنون علينا يا جزاء ما قتلنا أباه أبيه تلك أن دلي أبا البنين في سورنا لينا ثم بالله هو يتغين إلى الملك بقر كما يتغين وقال وحيد هذا أيها الملك بقر يهو إنا أنه لا تديم نفوسنا نفتع نظيم كماها وتضمئن قلوبنا قلوب تعملنا كما حصل إيسو إلا إذا قتلت إنا دشمه بي أصحابك وإن كان أدرك أوتا إنا دشمه يعني أو أخرجته من بين أظهرنا أما إنا وضعك كمسافر سواء وضمك لك ترد العير سواء كو فها هو أسوه ذاك هو قد سبه برباري والتواكن هو صوكعي وإنا أنه لنقشه حكي يامينا أن ينتقم منا إنه نجاء ربته جزاء ما قتلنا أباه تلك أبيه أندل فقال لهم الملك حويري بئس القوم أنتم قال أذيك أبوه باسبدا بل آية الله يذكر آية لقد قتلتم أباه أبيه ما دشا بالأمس الشلي وتظلمون مني أنا أقتله اليوم ما أصير ما تدلي لذي أبيه رسالي ما دشا والله لا أفعل مي يليه الأرض فقالوا حين هذين إذن نأخذه ونومي به خارج بلادنا ونرمي به خارج بلادنا حتى واي هذا دل كي سنب ساتي حتى ما هو أنقابنا ومسافرنا ملك الكتورنا فأذعان لهم أرنتاسو أخشو عيو الراعي على كره منه وعجز دعني ضدك دمائي أضياشي دولة دولة هدي كسو جيرتين من عوينة كله ممال بيساجرة والله لا توري موت هدي سيوتا عليه مركاسو بلتنا عبر لانتين مسافرية دل ما انت دل الله دل بل هل المسافرية هو لم يمن متقين على إبعاد أصحاب أصحاب متافرين تيسي غير يوم وبعل يوم مركي ما انت وكلا لك هذا وما انت أمغنى لم يتوقع المال كلا لك توري بري وكلا يعني بري وكلا دمان مالك لبعضنا بار خاف اي تاي حتى وقع وحاد عي ما لم يكن في الحسبات وحن لما لينين اياد عيوه فلقد تلبد الأفق بالغيوم الدكن آية فلقد تلبد آية وحا اسكر كري تكاثفت وحا اسكر فولي الأفق الجهويك
بالقيوم الدكني ضرورة أول ما عرك إسقابصدين مالك اللواد مالك اللواد مه مالك اللواد عرك يوم ما ضرورة إسقابصدين ووين وأبي عن أيوة كلام العرق كو وهاجة السماء بالسواعق وماجد سمد يعني وح يعني بركي ضروري إسقابصدين ممكن عرك وشفت أنتم صارني واحد نذكر تاريخين يا هذا يعني وح ما عيوني يعني بالك يعني جعب اللي يراضي هنقر يبلاي وبصوب عي جوج جوج بزاي رزق بالك استو هاي سواني وسود عي بالك استو يعني وحصل عي بالسواعق وماجد وان ثم سقطت إحداها باشا جعبه دعي سيمت كملا يي على عمه الحزين ويلك لما سافري أذلك أذلك مروكسناء على فراقي ويلك مسافرين جزاو عن رالك هيد أيها يكون عليه فأردته قتيلا ويجي جعب صون علي بقرك أذين كيسا من مضحك قد عليك هو وارد فهبل أحباش أحباش مرك ويكعين إلى أولاد الملك بقرك أولادي سيكو كعين ليحدوا إليه يعني لبا لما بايعونا إلى واحد منهم بالملك فلم يجدوا فيهم خيرا هل لقوا خير الله ماشي قبل كرمكم مجر لم يتوقع ويلبوا لم يتوقع ويلو إبراهو أي نلقوا آمين كرمكانك وضنك مبالة فاشتد عليهم الكرب كربان ما قدرناك وضاق في وجوههم الأمر أمر كما يعني كوات كاذبا مال ألمالي أرقاقان ملك يعني كوي ماشي محمد قبل كران ويلكي كليه وقبل الله وانيك ماشي لك توري أسأل ودي دي سي مصيبة كسو دي ولي واكر ودباطني ما سحطوه يعني أك سمدي وادم وواك هنكر كيف صورة عيو وحلا فلا لقرون وقد زاد ومضيقا عريري وحاوزي زياني وكربا أن بعض شعوبي وضمني يعني شعوبتي المجاورة لدرس كاهين قار كم من للحبشة همد وحيها مسي بأن تغنم الفرصة إليك غنميسته وأن تغزو ديارهم مركز الأركيسة حالة دو دكو سريهين نينك يوغان كولا هادير كولين أودين تاي يعني نينك لو قمر الأمر كقبتان اللي لا أي أي قصيهين وقال الله سأي كجران قوليه داريس كالله يودان وحيها بيان إليك غني ميسان ولا قبسان وحبشان القصو حتى يبقى أوحن تاي يوغان لهين لا أي إلا ويرر أردت أنا هادا أولياشي يعني يعني وزر الأهين داويد أوري وحان مركورة سميه أردت أن يسوع قرته حال يقولي دي كده وانه وضميه دي كده وانه طنه ويتشرد يعني سيد الذي ورر له. فقال بعضه لبعض ما مركه يسوع هذا والله إنه شأني لا يقيم أمركم أمرك إنما توصي ويحفظ ملككم ملكي إنه ما يعني ما حفظ اسمه يوم إلى يعني ما هو يحفظه ما حفظنا يملككم ملكي إلى أحد 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 وغير ذلك الفتاة والكاس بل يرى أنهين الذي رميتم به في الأمس أرسل المسافرين وطورتهم في الحبشة حاجة حداد ودنك يددك أدنك لذهين فإن كان لكم في أمر الحبشة حبشة أرنت إلى حاجة من هدادك لذهين فأدركوه هلال أو وعيدوه الكسوع لي ورويل كهاد الرادي أو سوع لي بل أيضا هي مصيبة باطقة يكد عليه آية ثم خرجوا في دلمه مركاتين هادية وأعادوا إلى وضنه ودنك يكسوع عليهم أي ودك أي كسر عليه أنك سر إيك عفته بيوه إلى هاي نعدون نقص هذا ون الله يني يا إلهي وحقارك كجد جينا أيوك عنده يكون دونار يكسر عليه كسرة أي كسرة ووضعوه ويدجير على رأسه تاج تاج بملح وقلية وبايعوه ولم بايعوه بالملك ودعوه حيويه بالنجاشي فساس البلاد بلادي يعني هو جاميه وي ساس البلاد دبر أمور البلاد بلاد أمور تريبه وقامية بالحقنة هي والحكمة بالحقنة خبرة هي أقون هي والحكمة حكمة دون وأراح العبادة أدومني مؤراحي من الإنقلاب هي والفوضى فوضاني هي قلق دعي سدوريجي ودجيوي وقامك ملوريجي ويحوضن بكالامري وركاسو وملأ الحبشة وحكم بحي حبشة ونوح وكب بحي عدلا إيا وخيرا بكب بحي عدالة إيا خير بعد أن امتلأت مركي كب بحستي ظلما إيا وشرا مركي ظلم إيا شر كب بحستي يو عدالة إيا خير كب بحي وي مرحبا من انتقام لبوء سسويني لكوي آبيه دلي وسنها سمية وحبا كبور سمية
عدالت بوضك قوغامي لم يكد النجاشي نجاشي موسى السجن يستقر إنه كسر على كرسي ملكه حتى بعث الله إلى إله صادر النبي ونبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بالدين الهدى والحق مركا أبو أرتين قبصني نجاشي مع نبي إلى الله عليه الصلاة والسلام بعثة النبي وأخذ المهديون مهديتي وحيد قلان السابقون إلى الإسلام إسلام كأهر مره كوي مهديتي اللي هنوني يعني سابقين تي إسلام كأهر مره يعني يستجيبون إلي أجيبا يعني له نبي واحدا إثنى آخر لكن نبي اللي سبحي مهديتي أهر رهي اللي هنوني سابقين تي إسلام كأهر مره يعني نبي أجيبا واحدا بعد واحدا ويصر بينهم فهبت ويك على قريش وقريش تلحق أيها الهليشين يتبهم أيها الأذادب وتنزل بهم كنت جنيسة الضر الضر قريش مركب وحكاش قيسي دفك المسلمين إسلامي سنة عذاب الهيين ودينة وقبه رستاق الهيين وقال منه مسوع الهي فلما ضاقت مركب عرية عليهم دشان ومسلمين مؤمنين يرين مكة ومكة بما رحبت وافعن من يدي للقبه وأنزل بهم المشركون قالوا إن كنت جيئا من الأذانب ما شيء يزلزل يعني الزلزالين يلوليه الصمة السلام وبره وهوه قال له الرسول وحيي رسول كعيني صلوات الله وسلامه عليه إن في أرض الحبش أرض الحبش وحاكسه الملكة من بغرة لا يظلم أحد قفن أن لدلمين عنده أكتس فالحقوا ببلاده بلادي سهليلة واللزوم بحماه نكا حميه سا إيه يعني دولتي سمدن قلا حتى يجعل الله إلى إلهي يالا لكم نكا من أمركم أمركين فرجلوا إذي يالا ويهيئ إلهي دين دياري لكم نكا من ضيقكم عريركين أن مخرج نوحا ذو قبح إلى إذيما ما الله حتى يرقب المهاجرين مهاجرين تجمع عضوي الأولين أهري إلى أرض الحبش أرض الحبش يهجر سواء هجرة أبوه الرئيس الإسلام كان عليه مش الرجب بهجرين يعني سنة خمس من البعثة بعثة سنة مركي نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هي سنة الشنكاهي بعثة سنة كذي سنة مش الرجب لإلى هذا أي أصحابه هجرين وأرض الحبش هجرين وهجرة كوباء الإسلام كان عليه وكانوا حيها إلى أصحابها 80 سنة بين الرجال والنساء رجل يدور بيس هجرين فتذوقوا لأول مرة طعم الأمن والاستقرار فتذوقوا حيث النبيين لأول مرة مركي أوري ومركي أرض حبشة تغيره طعم الأمن نبتقليين معانك والاستقرار سبناته مركي هكا تغيره وحيه نبتقليين إيه أمني آي وتمتعوا وحيكون راح يستند بحلاوة التقى والعبادة عبسنا إلهي إيه عبادة معانك يجب يكون راحيتين دون أن يعكر صفو عبادة عبادة ونساف النمال هذا يعني أيضاً أسكاع الوينين المعاكر أو يكدر أسكاع يعني كقصيرين وكاع الوينين حلاوة إيمانه مكدروا عبادة يجب يحيوها للفرصة وحكا قصايا مجر وحن ما يئيه وحكا القلقين يئيه حلقا تيسي أمنيا يقوم بالله بين ملك عبادة يجب لكن قريش قريش ما كادت ميسى السجن تعلموا إلى الرقاة بالرحيل هذا النفر الثمانين ومن المسلمين يعني إلى المقلان جميع عظم المسلمين تهيسيديتك بحيثانك أي بحيث يتجد أي تجد إلى أرض الحبشة ما إيسى المغلين إيا واستقرارهم سقناته يكسرون عليه فيها أرض الحبشة حتى هبت إلى أي كعلي أي تأتمروا أيضوا بلين يسبيهم أيضا يعني مؤامرة بأم لجين لتقضي عليهم إلى كفليان يعني أو يعني أو يكون يعني كتر سيا كون لايان أو أمس تستردهم إلى سوء عليان إلى مكة وأمرد بكش قيان وآئم ملك يعني حبش بقر كحبش المضرة أو أم الله يو أم وسوء عليان وكسوء عليان مكة أو عذاب كودي يدوح اللوح علي أدنى أي أرسلت قريش وقريش ويدرتي إلى النجاشي بقر نجاشي ويحيودر الرجلين إلى مدن ومن أفداد الرجال يا رجولا كو غفر للسن أواي ذكاء حق النكتة إيه يعني حم يعني وحنكة حق يعني خبرة إيه أقولتها هما عمر بن العاص إيه وعبد الله بن أبي ربيعة عمر بن العاص نكي لديك اللي يقاني
يعني من دهاء العرب بالنجرة يعني حاجة يعني خبرها إيو يعني عجائب عقل جيسا يأوحكوا هياب فقال لها عمر يعني بن عاص عمر بن عاص قاد بإسلامي من يسعود هذا سنة عن 70 من الهجرة سنة تضباد الهجرة أي سوء إسلامي مركا أيضا مالكا أيضا أنا هو سنة يعني 5 من البعثة شن يطمن سنة كدب سوء إسلامي مالكا أيضا أوتري أي وغدا وين إنه إسلامي مالكا ومجيز سوء إسلام قدر وقل الله مكسقين يا مالكا أي مركا أصلا على دورتيو من آد أفصى حبرنا وها من آد أقرح بلنا وها حق جمالك عمر بن عاص عمر بن خضاب هذو يعني نير فلح نوارك وحديجري يعني خالق عمر بن عاص وهذا واحد إلهي عمر بن عاص أبو رين كان أبو رين وأن هاله يقول أي لازم نهجري نقول هذا ساكو أبو عمر بن عاص نفصا حبا للوها ونقبا مدك لأن نركا كجمع صدا وحوها بغر نجاسي صحبة كدحيسيو يعني نين بعمستر وتجاريستو هايو وين يسيقاني بغر عبد الله بن أبو ربيعان نين لم يدو أسأل نين أسأل وعقل بضل وعجيب وعلى الله نين بالله دريبر وبعثت ويدر في قريش معهما لولن وحي رئيس بهدايا وفيرة يعني هديوين يعني يسواد آل أفر بضن يلن نجاشي وفضارقة نجاشي يو يعني وزردي سي يعني قوة قيسسك دولة قوة نجي وزردي ومن يا هدي الله لدياري لدياري كو ومما كانوا يستدرفون وحي آل أجعل عيون من أرض الحجاز كإما روك الحجاز وحل لقاك يعني وحي أجعل عيون يا لدياري و فلما قدم الحمشة مركة قال بادر ولد وعمر بن عاص عبد الله بن ابي ربيعه الى لقاء البطارقه انت الى هرت بقر كي اتين يي بطارقه يعني ورقي هو صوب المدخله هابي اتغ قبل ان يلقوا انت الى لكل من النجاشيه ودفعا ويديب الى كل بدريق بدريق الاركو هديه وهديه دي سبي فرت كساره وقال له وحي يلاه ولا لوسيا إنه شأن قد حل في أرضكم ملكين وحصوا قلوا يمين غلمان ويلال يرير أو مصف هائن أخوة أني عقل قام كها سبعوا إيشي وقوة سبعوا إيشي عن دين آبائهم آبيالكو دين توريبا كإيشي كتغير إيو أجدادهم أو أبيالكو ومذقوا وحيك للدلاعيين كلمة قومهم قوم كودين خياف بي كردين ودين عصبة قادة وعلاو غوري وحان لا غوري بيلي مالي مركا بقر كان رمنا إنا كلاها ظلمه فإذا كلمنا الملك بقر كان مركا لها ظل في أمرهم أمر كوضا فأشيروا عليه إشارة بأن يسلمهم إلينا إنو نودي ويقعانك نوغلي دون أن يسألهم عن دين أسوه وحبوه يدين دينتي إنو محايت هاي محال إذن محاد ولتيني أسوه ويدين إلا وإلا مركا هذا كأنه كبح نبو إنو يلاد علي أمر لقو بحيو اللي إذا كسار وطنك وديبا نوغان marka sidaas Umar uu garabayay wax saa u leeyahay asoo ayiga laga qaadin wax war laga qaadin waxay ogyeen hadii labadooda laysla warsado Umar ibn Caasiya ninkaan uu fudiga quraysh soo dirtay in la weydiiyo nimankana la weydiiyo oo labadooda u dacwad u qaado in xujada ka helayaan boogi marka ayiga waxba la weydiin ma rabnaa in boqorku inuu xiliyo ha in wax la weydiiyo ma rabno maxaa wax loo weydiinay diintoodaba ha warsanina maxaa loo warsanaynin fa in asraaf qoomiin ba asaru bi قومك أي كذا سين رجولي أضياسه وحجرت كاي أقومت لها يين الدين توني يعني يكون خلافين وحبا يعني قلوا وين أذنك ما فهم إنسان واحد وطن واحد أذنك الدين ديننا مو وافق ذنوق تأنيه مو وافق ذنوق مركا أيها إلي كي يقانوا وأعلموا بما يدينون واحد كدين يلنا يهل وطنا أسرع فقوم كونا إذن كي أقوى دخل عمر بن عاص وقال وهي بضارقة يودنكو أقل يعني وهي هاي بدهن نقول بحيري ملك وانو شارنا آه اللي ما كان إذا وضد قاضي بكسو عري معي أنا دخل خل نقول لي هكذا دخل عمر بن عاص وقال يا عبد الله بن ربيعة على النجاشي وسجد له وسجود نار كما كان يعني يسجد له قوم سي قوم كيسو وسجود جنا بقر قال له سجود جنا وسجود له سجود بين المسلمة فرحب به من النجاشي نجاشي وسود ويجي أجمل ترحيب سودوين كي أقرح بنا ولما كان وحي هذا بينه وبين عمر بن عاص ومن ود سابق يعني رفيق نما يصاحب نما هوري ما كده حيث ثم قدم ويقدم له أصيغ الهدية الهدايا
هديه بي اقدمين ايه مشفوعه حالتها مثل لبوحي مملوءه ايه يعني مشفوعه اي مصحوبه به مشفوعه اي مصحوبه حالتها مثل لساحبي بتحيات كبار رجال مكه هديه بي قعد مركه الله مر عليهم سلامين او سو دويه او فريسي يا هذا الهديه دي قعدت كساره هديه مركه وحا لا سقطو بتحيات كبار الرجال مكة أضياش هذه سلام تهدينا ما يقبله هديه القبة هديه وحلا صعده أضياش الرجال مكة هذا ضم سلام تهدينا ما يقبله وعلى الرأس أضياش وحه جامد يرجع أتقانه أبو سفيان زعيم قريش واي أبو سفيان ابن حرب يعني يرجيزي يعني سلام تكون سفر يعني أبو جهل يعني عصبي رج ووناء لأمل أهوه مكة سلام تودي ويا رجال قرش فاستضرف هداياهم هدية يجب آت أولاد بعي كمقصودي وعجب بها والعجب قلي ثم كلمه ويلها الله فقال وحيدا أيها الملك بغريهم إنه شاني قد أوى إلى ملك مملكتك قد أوى وحاوصه ضمي وصوقل إلى مملكتك مملكة هذا يبغرته إلى هذا نفر جميع ومن أسرار غلماننا بل يردنا كوي وشر بناء وحبا موريان تيني أمبا إسوس وعضيه كسوء آدوا آية قد فارقوا ديننا دين تأنيذ خلافين وكبحين ولم يدخلوا في دينكم دين تينينا ما يسوكل المين هدي دين إيمان أيان هدي دين تينا قلان وقعتا وحبايا حالي مركة تينينا ما سوكل كو وجاءوا حيلي مالين بالدين دين دين تولا أن نعرفه نحن أنه أنا أقوله ولا تعرفون وأنتم أذكرون إلى قرني يا أنكم ما يعني آية أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إلى الموت وهذا صدح بقول يلحد الإله بكوع كعبنا جارك أتى تلزما فركز النبي يقول هل إله بالعبد ما إله يالك مبارك به ولا ووحيام آية ما سمعنا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وحد وحد ديمه وركم مغلبه هل إله باجر دين أنكم مغلب وحد موسى ما هذا موسى هذا إلا اختلاق وافتراء إذن آي ساسلي مرك وحد دين أنا قلنا أن أقول أدين كوني إن أقول بيوتان ولا يمال وقد بعثنا وحد نصدر أشراف قومنا تلك أنا أرياشي يسألونك وحي كوا عطسان ايان وكوا يديسان ايان ان تردهم اليه الى سعلس حي كي يابني قراش تذكر المسلمين تي عجيب قيدين تي ودكوا اذا هاتي ودن كالاتقان ودن كاثي كسبان ايان ودد فربضن بالراعي وهدو مركز هدو بنانك اللوغة ايمان ايان فاسلانك مركز وحي ميسا كسو عيل ايو ليهين وحي ربان جيتا ان اي ميسا كو عبريان ومكاين صوت نافين كو عبري كو 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 فهم أيقو برك إنا سوء عليسي كاعصني يا نرياسيني فهم أيقو أعلموا أيقا يعني كاعلوه بما بتدعوه وحي كوان يعني سوء يعني لي مادين وسوء باللعبين ومن دين دينا وما أحدثوه وحي سوء دريان ومن فترة فينا فالنظر النجاسي والنجاسي وفيري إلى بضارقتي يعني فجي وزرد هاي وردن يلا تلياشي سبا فديو يا قيساسكي يكوي دين دا يقاني وردن بادرياشي رجل دم بافدي وارك كوري لو سوود لا يشو لا يداي ادو بو يشارو ساسو فيري فقا مركا اي ولا تسني هي اريد ان لو سجيدي واخ كدا فقال وحيدا دمانتود صدقا رم بي شيغين ايها الملك لما نين وفد ورنتود فاننا انغ لم نقف على دينهم دينتود ما نقالنا الذي احدثوا الا يبادين وان قوم وقوم كولا ادرا بهم لغا يقان منا انغ واعلم بما تدعوه وحي لا يبادين مرك هذا محاب أنك نقوة دين تقول وحيدا كما ورنه أنت كعلنه أي أنك ورجينه فقال النجاشي وحير لا والله لا بوير والله بأنك دارته لا أسلم لا أسلمهم أدي بما يلي أحد حتى أسمع كلامهم إلى أن هذا الكود دقيس وواقف على عقيدتهم عقيدة بيبقى نقاده فإن كانوا على شر هذين شرك سويهين أسلمتهم لقوم قوم كوذبا كعلنيا وإن كانوا على خير هذا خير كسويهين حميته وان إلى لنيا وان إلى لنيا وأحسنت جوارهم درس كوذنيا مغنقليا ذوذن وان وناجنيا ما داموا في بلادي انت وضن كيغا جوغان
waxaan waliba aan waliba sii fiirinayaabu leeyahay dadka markii ay wadankoodii ka yimaadeen boqoradii kale adduunyada ka jiray aniga iga soo doortay qoladaa marna ma halaynayu leeyahay uma ardafa wuxuu raaciyay yaquul xaal u leeyahay inii anigu wallaahi baan ku dhaartay laa ansaahi lmaami maaya fadlallaahi ilaahay fadligiisa calaya fadligii ilaahay uu iigu nicmeeyey aniga falaqad raddanii ilaahay wuu soo celiyey ilaa ardi aniga markaan yaraa qoonkaygaa ii tashadiyo waa lay tuuray markaasaa ilaahay baa isoo celiyey waxamaani ilaahay wuxuu iga ilaaliyey minkay dilkaaidiina kuwii aniga idhagrayay oo dilkayga iyo waxa ka shaqaynayay dhagartoodii iyo makrigoodii li anigood wasaananii ilaahay baa ii ilaaliyey oo min baqyi lbaaqiina calaya kuwii igu wax xadgudbi lahaa oo idulminayay baqyigoodii baa ilaahay iga ilaaliyey marka mar haddii ilaahay sidaa uu ii yalay anigana yacni dadkiisaan iska un diri tuuri maaye waan fiirinayaa waan fiirinayaa qofka fiican iyo qofka wanaagsan waa inaan kala fiiriyo waa daca najaashiyu najaashi wuu yeeray asaxaabata buu u yeeray oo waxay ka yaameen camr iyo bin caasiye marka wuxuu yihi maya ma celinaya ilaa aan warsado berri baan warsanaya ha laysugu yimaado majliska waa daca najaashi waa u yeeray asaxaabata ilaa liqaa'i bani yani qawmihim cinda yani wuxuu yihi asxaabta imaada qolo yani tolkiina ka mid ahoo wafdi ahaa yimid warkiinaa la dhagaysanaya ay imaada fa awjasuu asxaabtii waxay dareemeen khiifatan cabsi min dalik inkaar allaha ku ride qureyshta aan meeshaan oga dabayan miya haddana naga dabayay ma boqorkii aan ahaba la nooleynay nabadgelyada agtiisa ugu haysanaya haddana nagu dirayaan asxaabtii waa cabsaday waa qolo masaakiino haddee aya wa qaala bacdum libacdin waxay u yidhaahdeen maa taquuluuna lahu maxaad u leedihiin idaa sa'altukum can diinikum haddii idaa sa'alakum can diinikum hadduu diintiina idin weydiiyo dadka hortooda idinku su-aalo waxay tahay diinta cusub ood la imaateen oo qoonkiina aad ku khilaafteen haddii laydin yidhaahdo maxaad ahaysaan fa qaala muqadimuhum kuwoodii hogaaminaya asxaabta rag baa u weyn jacfar bin abi daalib iyo raggaas cusmaan bin cafaan iyo raggaasaa ka mid ahaay ya jacfar bin abi daalib yaa markaa ciidanka muslimiinta yani amiru ahay hor socday cusmaan bin cafaan iyo zawjadiisa ruqya bintu rasuulillah ayaa ka mid ah dadkaas marka kuwoodii hogaaminaya waxay yidhaahdeen naquulu waxaan odhanaynaa maa qaala allahu caza wajala ilahay wuxuu yihi fii kitaabi diinta annaga nabigeena nagu soo dejiyey rasuulku uu noo sheegay annagu dhinacna ka marimayn waxa ilaahay kitaabkiisa ku sheegay umaadayna aya wa nuclinu waxaan muujinaynaa maa jaa'ana wuxuu noola yimi maaga annabiyu calayhi salaatu wasalaam can rabbihi uu noogala yimi taas umaan muujinaya ama waa ku dhimanayna ama waa ku badbaadaynaa umas uma madlow ilayhi way aadeen fawajaduu cindahu marka jacfar bin abi daalib baa wuxuu yidhi anaa hadlaye adinku ii daaya aniga intiina kale iska aamusnaada uma madlow ilayhi boqorkii bay aadeen fawajaduu cindahu agtiisa waxay ugu tageen camar ibnu caasi iyo cabdullahi ibni rabiic waa laba ninoo yaqaaneen oo raggii quraysh ugu waaweynaa ee raggii dhibaya kasoo carreen ay labadaa nin baaba ag fadhida oo weliba wafdi quraysheed oo haddii meel fiican la fariisiyo oo boqorka garabkiisa fadhiya xagga kasoo jeedo qoladiina qaxooti oo masaakiyadana intaa lasoo fariisiyo aala keen waalfow waxay ogaadeen oy haddana asxaabtii arkeen oy ogaadeen badaariqatahu boqor najaashi badaariqadiisi yacni waa qaysaskiisii iyo raggii waaweynaayo dhan wax yaqaanay jaalisiina inay fadhiyaan can yamiinihi iyo wacan shimaalihi dhinacyahoo dhan yaa ka fadhiyo raggii weynaayo xabasho ugu waaweynaaba aya oo diintoodaas u yaqaanay waqad ictajazuu galaanisahum aya waqad ictajaruu dheh waqad ictajaruu qalaanisahum wanasharuu kutubahum bayna aydiihim ictajaruu waxay kulli yani waa qaysaska iyo ragle raggan oo baadariyaasha kulli waxay wada duubteen koofiyadahoodii iyo cimaamadahoodii ay qalaanisahum koofiyahoodii bay madaxa wada gashadeen wanasharuu kutubahum bayna aydiihim meesha diin baa lagu hayaa magta nimankaa diin bay sheeganayaan diimihiina ummadoodii diintoodii bay khilaafeen middanna meliganna ma haystaan marka meesha diin baa laga hadlayaa raggii waaweynaa baadiyaasha dhan bay sugiida boqorka ag fadhiyo nin walba kitaabkiisi buu lasoo kala baxay diinta la sheegi doono talo maxay tahay aye nin walba kitaabkiisi buu haystaa faxayowu way salaameen bitaxiyati alislaam markay soo galeen assalaamu calaykum waraxmat ullahi bay yidhahdeen wa jalasuu way fariisteen xaysu meel intahaa bihim almajlis meeshii banaanayd unbay iska fariisteen faltafata ilayhim waxaa milicsaday camar bin caas camar bin caas baa boqorka fiiriyey waqaala wuxuu fiiriyey qoladii muslimiintaed wa qaala wuxuu yidhi maa lakum laa tasjuduuna lilmelik
السلام عليكم تي هذا بس كفر يستنى وقته مركز المحافظة عين ما بقر في سجودان متصل وصل ما بقر فقالوا وحيد هذا وجوه وحيد هذا إننا أنه لا نسجد إلا لله أنه إلهي موقي أحد قالوا ما سجودنا فهذا النجاشي نجاشي وحول لذاس ومذحي إعجابا بما قالوا أنه إلهي موقي أحد قالوا ما سجودنا وعندنا أقول له خيرنا إلهي الله دوني ماذا حصول صح آهي كو مدات أيضا نفتر يعني وهجون وعمر كو هجوم أيوه وحوليها حانا قبقر كهدي له سجودي وأيوه ما شاف يعني أرنت وأكوها الله ذو الله يعطي آهي لكنه ما صورت قل والنظر إليهم هو في ريه النجاش إليهم إلى المسلمين في الرفق سيد حريص نساء في ريه وقال وحيد ما هذا الذي استحدثتموه لأنفسكم من ديني دينة عصب الله تمادين إلى شيء يوم حيثا وفارقتم أتكون فارقتين بسببه سببتين سببتين دين قومكم دينة قومك نابغة بحلات ولم تدخلوا إن أجلنا في ديني أنا دينة إذن إن أسوغل فاستأذنه وحيدا بالبي جعفر بن أبي طالب مهار لكراوي هذا البلد وقال وحيري أيها الملك بغر يوم إننا أنه لم نستحدث ما نسوي الدرسين اللي أنفسنا نفسنا الدين خرطة واحد نفسنا إيجاب كان لك أنك إيمان مجره يودينا وإنما جاءنا وحنويم محمد بن عبد الله بن نويم من عند ربه ربه إسحاق يسوع نويم ينويم بالدين الهدائي والحق دين هنون أو حقه نويم وأخرجنا وحنا قصار من الظلمات مقديال إلى النور ونبحي فلقد كنا وحانه قوما قوم أهل جاهلية أهل جاهلية نعبد الأصنام أصنام تنعبد الجرن ونقضع الأرحام قرابة نقول الجرن ونأكل الميتة بغطة نعون الجرن ونأتي الفواحش حمانة لإيمان الجرن دلك خمرة واحد من لإيمان الجرن ونسيء الجوار درس كان حمين الجرن وضبك درس كان أنا يعني وأنا حمين الجرن ويبدس القوي مثل حوق لو قمن الجرن وكو يستاذي الجرن منها حقا لك بالعيف قف كحوق بنيها وكو يستاذي الجرن ولقد بقينا وباقي نقول على حالنا حالات أو تلك أو تاسع حتى بعث الله إله إلى وصدر إلينا أنجا رسولا رسولكم منا أنجا نجمنا نعرف أن جرنا إن النسب هو نسب كيس أن جرنا إنه هو النسب أنكو كالصنع بصدقه رنتيس هي أمانتي أمانتيس هي وعفته نور سنانتي سوى فدعانا الى يعني ويقانين محمد الامين باب الذي جنبه اللوم وها ويكوكل صونايت انت عملك اللي قد يقول بيقانين مدين فدعانا وحونا ويرى الى الله الهي بنا ويرى وامرنا وحونا امره بعبادة الى الاله عابدنا ايه وتوحيده الى نسيق كليا ووكله وحيد لواي وحضنا وحونا قبره على اقامة صلاة صلاة الى نوم ويتاري زكاة زكاة الى نبحنه وصوم رمضان رمضان الى صونه وان نخلع إنا نكتقنا ونكبحنا ويماكي كنا أنا نعبده كو عابده يوم من الحجارة والأوثان مدحانتي إيا صنمكي إيا وحي حلو أن عابدني إنا نكبحنا وطورنا كما أمرنا سيد النوع أمري بصدق الحديث خلق إنا نرمك الشيونا ورك الرمك عاشيونا وأداء الأمانة أمانة إنا نقولنا ونحفظنا وصلة الرحيم قرامة إنا نحرينا وحسن الجوار الدرس إنا نلالنا وناجنا والكف عن المحارم حرام تدل إنا كي استغنوا وصول الدماء ديك إلى الإلالين وقفنا عن حقر الودلين ونهانا وحن نقرر ونقرر نهي عن إتيان الفواحش وحا حن حن كائن الله النمان يعني خمر رئي زنا رئي وحا حن الفاحش وقول الزوري مرخاتك بانت ونقرر نهي وأكل مال اليتيم أقوم تمال كذا إنا نعنون بومنا أيو نقرر نهي فصدقناه وان رمينه وان وآمنا برسالة الرسالة سيما الرومين واتبعنا وان رعني وما جاء به وحليم وجعلنا وحان نقنين نعبد الله إلهي كو عابده وحده كلي لا شريك له إلهي كلي وما نعبدنا وحرمنا وحان حرمنا ما حرم علينا وحن حرمنا وأحللنا وحان حللنا ما أحلل لنا وحن حللنا سيد عمر كان سمعني فما كان من قومنا قوم كان يحكي سكبها إلا أن عدوا علينا إلى نوحد قدبين وين ظلميين وأنزلوا بنا وحين نقود جيئنا أشد العذاب عقابك وقدرنا ليفتنونا إنا نقفتنا عن ديننا دين تأمن
ويردنا إليه نقول عليان إلى عبادة الأوثان سلم كعابد يسوي بعد أن عبدنا الواحد الديان إلهي الواحد كي الديان كي مخلوق سأبال مريه جزيه مركا عابدني بعد يسبه روان نقول عليان قال لماذا يا أصنامتي فلما قهرونا مركا إن قهرين ونقال نقول وظلمونا إن ظلميان وضيقوا علينا إن عدين نقليان وحالوا أي كلتين بيننا وبين ديننا أنه يدين تاندي عبادت أي نوب ديدين رقبنا وحان جعلانا في اللجوء إنا من قلنا إلى جوارك الدرس كاذا إيا والإقامة في ديارك إنا وضن كاذا كنا قانا واخترناك وانك دورنا على مصيواك ذاتك كاسو هرأي بقرنها من كاد دورنا والرجونا وحان رجينا إنا هدنا الله مظلم إنا نلظلمين عندك أكتاد إنا نلظلمين أرجوك فصاحب هذا أي مرحبا بخور كيف سلا والله حبيبي فقال لهم نجاشي وحيري هل معك شيء مما جاء به نبيكم عن ربه وحمك هيسا نبي نوح ربي يسحق يسك ليبت الدين تا قال وحيري جعفر النعم قال وحيري فقره علي بل واخي دين تا عصب أشياء سلسلة جاء نبي نوح ليبت يقول الأخر بل واخ كمده فقرأ عليه وحقود الأغري صدرا أو من سورة مريم سورة سورة مريم اللي يدعو أول كيدا قيب كم يدوك أغري هو أهل كتابه هذا يعني أهل كتابه هذا نبي عيسى أيه قرن يانو يعني يما هو يدعو مريم هاي إنك سوى إله يعني إنه إله إيه بلاي شريان هذا أيه إن بيسا ومبيا قانا سوماها قرآن كبركو فيريا مركا سورة مريم ودوره أول كيدا مصوق عليهم واذكر في الكتاب مريم وكان وحو هذا مما قرأه وحو أقرئ قول الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا آيات كسب أخرى فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته نجاشي وؤي فبكى النجاشي وؤي حتى خضلت إلى أي قيدي لحيته قركيسي ونبا اللي انت قيس وبكى وحاك لؤي أساقفته رجي يعني باذرياشه وحي قانيه كتبته وحي ستورن نووي اوين حتى بللوا إلى أي قويين ومساحفهم مساحفته ودي كتبته وستالبه ودقيدي نوال بكتاب في وريا لإنه أغري دوني وفيريا أيا إلمتي بكشوه مركز وقوي يعني حين وقته يستمعوا أي مغلين ما تلي عليه وحل ود الأغريه ومريم بنت عمران قصة ذي آية وهنا هالكاس يلتفت النجاشي وحوم العسن إلى عمر بن عاصي وصاحبه عمر بن عاصي صاحبك وعبد الله بن أبي ربيعة سلاوي وقال وحيد إن هذا متكن الذي كاسو تلي علينا نلود الأخر والدين كان هي والذي في جاء به عيسى نبي عيسى أليم لا يخرجان وحيكسوا بحيان من مشكات واحد هل ما لأم إسكليما وابا إسكميد وحبا إسكما خلاف سنوات ثم قال وحوئير اللهما لبضودي يا لبضودي بوحوئير كو وعمر بن عاصي عبد الله بن ربيع الله إني وفجه قراش إيسو درست والله بان كل دارتي لا أسلمهم إذين دي ما إليكما حق إليكما حق إن أبدا ولقيم ولقي إذين دي ما ينمكن ولا أحمله يعني اللي يقوم باري ما يمرن اللي يمرن ما على ذلك ما حيث انت نولا هين أرنت اللي يمرن
أو كعي قائما حاله وبسكي استعجده قولي يسوي استعجده بقر كده يستعجده آية فنهلا من كان معه وانفض المجلس تكفي ماشى فديه ده واقع أنا ولا كله تجده بعدين كده بيجي وبقر كده يبي وأنا استعجده ورقة خلاص ماشى ولو كله تجده مسلمين تفرحت باب حسيه أيه وفرحتهم ماشى كده رنده خرج وهم بحي عمر بن عاص والحال هو أسوه يتميز وجوجاية من الغيد عرب وحي قوتي وحوته مصر تقلل صمها مركزه عرى لك وقايا ثم قال وحويري لساحبه مركي لقى دقاق مجلسك إلا دريره والله بان قد دارته لا يعني لألقينا النجاشية لألقينا وألقوا المياء النجاشية بقر النجاشي قدم بالربا نتقيا ونقول نغنيا ولا أحدثنه وحنوشيقيا عنهم حق وضا وحنوشيقيا حديثا ور وركاسو ياي يجتسو ايه فجيو رجيو شجرتهم جيتكو ويقضي عليهم هذا البنك شيغي دونا وبقرك وشيغي دونا بري هذا الكاسغا هادانو شوغنا كون يعني مسلمين اسكو شيغي جيتكو هذا الكاسو خو فجينا يا جيتكو خيدها اسيبيا اهي وانا يعني وانا ويضمان يعني ارنتاس ويقضي عليهم ويضمان يعني ويعني ولين دور عارك هذا حول قاس دليل دور، فقال له صاحبه نجي لسعده وحويره، وعوع عبد الله بن أبي ربيعة، وكان أرق منه قلبا وكير قلب جريح سناي، عمر بن عبد الله شديد وقلب هذا، نك ركير قلب جريح سنا، يا وحويره لا تفعل هيني يا عمر، عمر وسهيل، فإن اللهم أيوه فينا نحن من أرحام قرابة كلهن، نوق الدين تاني لهبا خلافين، لكن قرابة إنه النهاية وإلمه نية ولا له نوية سهيل مود. وإن كانوا قد خالفونا هبا هذا كون خلافها نقضي له وقرابه كذبوا فقال وحيد والله ما كنت أرسل لأخبرنه وأن أوشيه وأن أوشيه أنه أيه قالوا إلى إلادين في عيسى بن مريم شيئا نبي عيسى وحكو شيئا وكتموا شيئا بيقريين نبي عيسى وحكو شيئا وحكو يقرن يانا ويأمن سيه ما نكسحه وأنهم أيه ينالون منه نبي عيسى وحكو شيئا ويقولون عنه إليه أنه عبد وأضر بقر نجاشي يدتك يعني بقر أعمال ودي كرا عيسى وادون ما عيسى وإله بيوه إنسان أما وإله إله بركة قلوا وحي أمسيهن وادون سقو كلاو هذه النجاشي كل مية وادون من آدنا هرين تاسي قبانة تانا نوشي بدون بري ونسوقا قبان دون أيوه وحناقي دون مركة تاوشي أيوه الله إليا وبلا يد وحاسة صوتة كوي إستثين بوني دون أي فلما كانوا قد بريد بركي لقاري دخل عمر وصو قال علي النجاشي عبد الله بن ربيعة وكروا عمر بن عاص وصو قال وقال وحير ايها الملك لقد اسمعوك وحيكم مغشيا بالامس الشرعي شيئا شيء شيء ولكن عيسى كسافتن بيسلكم كو اغريا واخفوا عنك شيئا لكن وحن ويامنين بك اغريا حبي كاغريا فهم ايوه يقولون وحيليهن عن عيسى بن مريم انه عبد عيسى بن مريم وادون بيليهن فدعاهم النجاشي النجاشي وياه مسلمين تبعتنا مرة بعد وياه وقالوا وحي ما تقولون في عيسى بن مريم عيسى محلذي مركز المغلين هذا نوركي وحي هذا عمر بن عاص الناس اللي بقر في هذا اللي يري وين الحين هذا مرة بعد والامتحان كان محن الدوار دي هو امتحان هاي مركز وحي هذا النبي عيسى وأدون هذا لأن قلنا أدون هو هيستم محفلنا إسكتاي جعفر وحيري وحي الرسول كان ناشر عليه ثلاثة وسلام حقي حقه قال له حمد أما هو كده ما نينا أما تي أن لو شر نبي عيسى وحي لو شر ما كشرين أنا صوما بس وأويه المركا وحي ما تقولون في عيسى بن مريم فقال له جعفر بن أبي طالب وحويري نقول وحن لنا فيه في عيسى ما جاءنا به النبي عليه ثلاثة وسلام ما بوحي نريم فقال وحي وما الذي جاءكم به والنبي إنه محيد كرشة ليم فقال جعفر وحويري إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البطول أدون إلهي وي رسولك سوي وكلمته إلهي كلمته سوي ألقاها إلى مريم مريم روح يعني ذحمك هذا البطول مريم دي العذراء بكرها هيدا لقرسل ولي البطول يعني الطاهرة النقية فقال النجاشي وحيري والله بان كبارتي ما خرج عيسى عيسى كما بحسنه عما قلت وحي آشيكتي قيد أن مولت الوي فرطا حيوانت هذا مرد أفسر انت أكو شكتين بيهيو هنون باب الأولي
انت اتكت المانتي مال انت انت انا ما دافسنا النبي عيسى ساو ويه وابادون الله اي واله الروح دي كلمته القاها الى مريم فتناخر البطارقه من حوله مستنكرين قوله تناخر وحيس لا دواقي او يعني اسلو ولا اسلو قول حمي وي هذا كاسي جديدين مقدر ايه البطارقه كو يعني بادرياشي وي من حوله دين عيسى مستنكرين قوله ايوه انكر يقولك يعني نجاشي وكو شيغي وي نبي عيسى واسداس اسغا وادون فنظر اليهم وفيري ونجاشي شدرا نظر اليهم وفيري شدرا اي وفيري يعني سخريه هي وقضون اصغ عريسن او ولي يعني قرقرتوداس يعني يسيو يسدا او دوري يا اساس وفيري مرحبا وقال وحو يلي وان تناخرتم انت دونتان بخرف ليا وان تناخرتم بويل ها ولغين بخرف ليا نبي عيسى واساسه قال اسكك عيون ثم قال لجعفر وحو يلي ومن معه اذهبوا فانتم امنون في ارضي واسكتك قلت لك النبت قليات كنتين واحد انتابانا يا مجري هاي من نال منكم نينكي ادينك ايدين وحيدين ايدين ايدين غارسيو من نال نينكي ايدين غارو منكم ادينك غريمه اي غريمه ولا نينكا يعني ولا غودي ولا غودي نينكي فرديين ساره واي دقاقا يعني نبدل ياتين من نال منكم غريمه اي صافيرو من نال نينكي غارو منكم ادينك غريمه اي خسره وخساري من نال منكم نينكي ادينك ايدين غارو غريم وخسار دونا أي يا إني ثامن كرات أي وإني أنو ما أحب مجعل أن أعضاء إلا يسيو أي جبل بور أو من ذهب ذهبة أو وأودي الله دبي أحدا منكم واحد أو وأودي أن دبي أحدا منكم أحد أذنك إذا كمل أن أحد أذنك إذا كمل دب كيسة كوب الدلن ما يبور بور ذهبة يعني كسينا ناي أحد هي كمل دبي وحوق كيسه ما يلا يبور ثم قال لحجابه وارديه سبو حوير لمنك وارديها ردوا على عمر إيه وصاحبه هداياهما عمر بن عاصي صاحبي عبد الله بن ربيعة هديد قراشي أسو ديبتي أسو عليا فلا حاجة لنا بها مربنا أسو عليا وإن الله إلهي ما أخذ مقعدا مني أنا حقي رشوة إلهي لا لوش إقا مقعدا حين ردني ملكي أسو عليا إلى ملكي بغرتو يدي حتى أخذ الرشوة فيه ما أني أمرك إلهي لا لوش كقالني لينديس مركو إلهي سلي بنان كدور كمرك اللي وتر يسوع عليه إلهي من لا لوش بيقعد وأما أني أنا ما تدينديس لا لوش وقعد ما لقما يا مبود وما أضع الناس ذكى يعني إلهي مونا أضع سينين وفي أمر أمرك إياه حتى أضيعهم في أمره مرك أني إلهي أمرك سأضيعه ومبي ذكنا يا ضيع يا مبود إلهي إيه صغيرة يا ضيع سين يا مبود حب البطارقة بطارقة يعني وأن منك بادرياشا إما رحلها ويكعين يعلنون أيها ظاهرين يبين الناس دسك دحضوه أن النجاشي النجاشي قد فارق دينه نجاشي دين تيبو كبحي بقرك دين تيبو كتري واستبدل به دينا آخر الدين كالوقات وضفقوه حي قدقلين يدعونهم إن إليه ويريانه إلى خلقه إلى خلعه أن كبحنا ليري يعني أن خلافنا ها بواي عديسة عن خلاف لو ماشي كتورنو عددت بي اويريا فتلا أبل أحباشو تلا أبل أحباشو أحباش تبا كلمي ويسوي ما ذين تجمعوا عليه ويسوي أسوارون وعزموا وحيقوا أنسدين على نقد بيعتي بيعديسين كبحو فأرسلوا وقدر النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه يخبرهم أسوي أشيغي بالأمر أمر أرين تاسع دعني بقول أدين كسببتينا أي الله يجوه الرمان يا يعني أحباش وحيس كل راعي حبشه إن ما شاء الله يجتور وعد لهم صفورا وحود دياري أصحابتي يعني جعفر دالي يعني أصحابتي سعود دياري صفورا دون دويو دياري وقال لهم حويري اركبوها دومها الفولة واستعدوا آية الديار جروبه لما سيحدث وحسود الرندون تقال بالغية ما يروه وطنك كدعاء قالوا ويسوكي ورسانيان هذا الكمال انك زلوبتي سيبان اللي يقعوا العديد سوما
دويها سيدي على الديار وهذا سبع أدي ماشان إلى وحكت عن ودي ودويها تكون بحصل الله يدين أي كو مرحبا. فإن هزمت هذه اللي جميعه فمضوا حيث شئتم اسكتك دي ماشان رتان وعن مركز إذين هاي ومجري حسان إذين هاي الديار اللي قال النقض دوبيه نكون راحوا يعني راحوا ماشان رتان فإن ظفرتم هذان أنا أقول ليس الدجال كان كقول ليس أنا فاستقروا كما أنتم سيدي الناس كهذا ودك إذا نقول لك جوي ثاني لكن الدجال بالغية صوص عليه كيد ما صعته دنيا ديار هيدين هذا أنا أقول أنت نفيري هو كان الدجال قال قال حتى موسى ثم أحلرا وهو يعني سو حاضر رقنا من جلد يعني من جلد يعني من الجلد الغسالي وعصو حاضر يو كاني رقم يعني ورقبه كانوا من جلد الغزال يعني بها الهرقة ومقارك يعني بها الإلاد اللي إلى ذو يعني قرنوكت مقارك يداوي وكتب فيه وقر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وخاتم رسوله وأشهد أن عيسى عبده ورسوله والروح وكلمته ألقاها إلى مريم ورقد فقر هو إسلامي من نجاس مركب مخوي سيك عاما بسيحة ناغين أسلم هو إسلامي وصي إسلامي واي ورقد هاسو فقر ثم حزم وحو يعني ثم حزم الرقة على صدري حزم يعني وحو كحرت الرقة ورقد على صدري والله بس فوقه يعني وحو يعني قباء هو مركز ورقد توحيد كفقرنا يلقون تسيلا انتو قشدي مع بربريت كيسي كفر قشدي ومضى الى لقاء الخارجين عليه مركز دقالك عليه يكون الخارجين تكبحي اذا عادي تكبحي دقالك وليبو عادي فلما عدا امامهم فلما غدا مركو أهل أمامهم ورطوا ناداهم ودواقي قائلا حالوا لي يا معشر الحواشة حواشة جماعة ذو كيف رأيتم سيرتي فيكم ورب التاريخ ذي كور رمى أذنك دحدين وعبدن بعنبقر إذن سوهاي تاريخ ذي ذي كور رمى فقالوا وحيدا دين خير خير سيرة سيرو يا تاريخ مدي أبو خير بدنيد وهي سيرة ذات قال وحيدا فما الذي أثاركم علي هذا واحد يقص وبعدين وإيه خلافتين محيطين وإيه لتقال ميسان فقالوا وحيد هذين لقد فارقت ديننا دين تاريد بات كبحة وزعمت وحاد شاكت أن عيسى عبد أدون إلو يهي قال وحيد ما تقولون أنتم أذنكم في عيسى أذنكم عيسى محلينه فقالوا وحيد هذين هو ابن الله وهو الكإلهي عيسى وهو الكإلهي فوضع يده وقعنت بساري على قبائه وجعلها ويلي فوق الرق ورقد ماشي وجهك ورقد وحيدك ورقر كذا وقال وحيري وأنا أشهد أن عيسى لم يزد على هذا شيئا ورقد ماشي وجهك موجودة توري استعماله توري وحليلة مركا ورقد النبي عيسى وأن عيسى عبد الله يعني وكلمته ألقاها إلى مريم ورقد يكون قرر يا ماشي كنت على مركب ماشي وقعدتك تكون كسار مركز وحي وأنا أشهد أنه حقير يا أن عيسى لم يزيد إنه نكذيان على هذا شيئا على هذا توكل كجدا وهو رقدا كقر النبي عيسى ما يعني إيرنا ما خلاف سنه وهو يعني وحوجه إلى ما كتبه في الرق أيون وحي أمه هذا كإلهنا وإن إلهي إنه لا يهي وحبا عيسى كما خلاف سنه فصروا بما قال وحو يجرب الكفر حين وانفضوا ويكلا تجين رالينا مطمئنين مركز يوسف نقدين يعني ما ملك سايق رالي اهو مقصود يوسف نقدين ووصل ايوه مرحبا وقف النبي عليه الصلاة والسلام نبي يعني وحو قال على ما كان بين النجاشية وقومه وحيد احمر واكبر يعني رعايته للمسلمين يا الى لنته الى وينيه رعايه للمسلمين الذين هاجروا الى دياره من نجاشي يقوم كي سيوحي دحمر يئنوا آهدوا إلى المسلمين تي أسوى هاجري حديث وضم أنه في جواره درس كي سيعني وضم كي سيئنه كن نبت قلينه كحسلين ولقد سر بما نقل إليه وحلو سر ريب نبي كفر حيو من انحيازه للإسلام حدنا إنه إسلام كسوى قلينه هي واعتقاده بصحة ما جاء في القرآن قرآن كوحي كي من إنه صحيح يا إنه اعتقاديه ثم أخذت السلات حليلك أيها سيس عليه تتعمق أيضا أسوى صيحة الليرانية بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أي وتتوثق سيكا صناني حليلك أسوى النبي كدحي يا سيدة
وفي الشهر الأول بشكوبال من سنة 7 للهجرة سنة تضباد الهجرة بشكوبال يعذب الرسول رسولك وحوق أنصري الكريم صلى الله عليه وسلم على دعوة ستة ومن عظماء الملوك الأرض لحنه يعني ودين توبيره من يعني من عظماء ملوك الأرض أرض البقرية أوينا ومرائها للدخول إنه أوينا في دين الله فكتب وقر لكل منه متكسوا كمدة رسالة ورقت يحده كبرنا فيها في جد على الإسلام ويزين له الإيمان إيمانك وقر حنيه ويحذره من الكفر قالمنه والشرك ومدقيه وكان وحو هذا قد عدم الأديان إلى هذا القرض ستة تنو يعني مراد كسعودية ستة تنو من خيرة صحابة الرجل وقوه ناسناه فتعلم كل مثل عرق وحبرته ومنه أصحابته كم من اللحظة أن كمدة لغة القوم قوم كل لغتي سأل الذي سيبني إليه وهذه يمكن ليه بفرص الله دري لغة فرص كبر نيك الروم لا أدري لغة الروم ببر نيك حبشة لا أدري لغة حبشة نقول بإنت الله دري بلغة سيبرني وكان عمر بن ثم خرجوا وين بحين رجع اللحدة لأداء هذه المهمة مهمة لنا يبتانوا في يوم واحد هل مال لنا اللحدة ذي كلا دقائق نقول بورات قاده وبقر كل أدري هذه وكان وقوع على عمر بن أمية الضمري هو أسوأ الذي كيبه هذه يعني وفيد وفديه إلى ملك الحبش نيك النجاش لا أدري وقوع عمر بن أمية الضمري دخل عمر بن أمية على النجاشي موقله وحياه وسلم بتحية الإسلام فردت تحية المكرب بأحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله بي. والرحمة به وسلم وأجمل ترحيبا فلما استقر به المجلس مركي فردق قاتين وفرستان قدم للنجاشي قدم وحؤدي أهم للنجاشي الكتاب والغد الذي جاءه به ولي من عند النبي وقليم عليه الصلاة والسلام فبادر وحؤدك دي نجاشي إلى فضه ورقده وفره فوجد وحوه لي أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يدعوه إنه ويري فيه إلى الإسلام إنه ويري ويتلو عليه كوأقرنا شيئا من القرآن فوضع النجاشي والنجاشي ودجي الكتاب ورقده على عينه ساس أصاري وجه أصاري إجلالا أصغر نمكري هلك وجه أصاري والنزل وكسر دري عن سريره وكسر دري تواضعا تواضعا لما جاء فيه قرآن كي يقول ماشي يا النبي هذا الكيسي يقول تواضعا يا مكاسو سرته كرسي وصار راب وكسر دري ثم أعلن وحوم وجيه إسلامه وإسلام مديسي على ملئ يعني جماعة أكتو ذوكم وجيه من جلات يكون إلا فديا والشهيد وحوقنا شهادة الحق وقال وحيري لو كنت هدان هيبوري أستطيع من أول أن آتي محمدا إن أطلق عليه الصلاة والسلام لذهبت إليه ونتقي لهابوري وجلست بين يديه هرتي سافر صلى وتمرقت على قدميه وحنكو قلقان لها لمن يسلوا وضهوستوا دوا ثم كتب إلى النبي بأقري صلوات الله وسلامه عليه رسالة رقيقة ورقد يربو أقري يجيبه وأجيبه فيها إلى دعوتي دعوتي إنه يالي وإسلامي من الوقال ويعرب أكو عدين عن إيمانه إيمان كيسي أصابقه وهرهي بالنبوة إنه نبي النبي النبي سهرئ أسر الرهيب عند ذلك أبو أخرج عمر بن أمي عمر بن أمي وحسوب حي كتابا آخر ورقد كانوا سوب حي من الرسول للرسول كسعط صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أسعط يدعوه وحنبه كضل ما يأوي يري فيه إلى أن يزوجه إنه أقري من رملة بنت أبي سفيان من حرب جودا لي رملة بنت أبي سفيان من حرب والمهاجرين تان جوت أرض الحبشة جوت كم ذهين ومن كيدين ماشوا وكل ذهين من كيدين ما أنتوا كم نصارون وسألنا من كم بحاي وردوبي يهدنا ذهين كم دعوة ماشى جوتوا يوري بقر نجاسي وكم دعوة كوكيسي وإنا نقول لك حزوة والنبي ورقته مصا قر نجاس كو ولأم المؤمنين الرملة المكناة بأم حبيبة وقبل أم حبيبة لو كن قصة حزينة قسم رجلة أسقناتي في بدايتها بلوغين فرحة يعني مستبشرة في نهاية لكن آخر كتمر قصتها فرحة بيلانا بلوغ هرنا لكن حوام رجلة هيلانا فتعالوا كالية نلم أن دن أبياء أيضا الماما سريعا بل هذا يعني أيضا أن ملعسن بل قصتها أن راعنا كفرت يعني رملة بنت أبي سفيان بآلهة أبيها سيد قريش وحيكو كفر سير رملة قودة اللي داده إلهيه آبهد آبهد يعني أبي سفيان وسيد قريشنا إلهيه سيء وصنم كهابي كو كفر وآمنت وحير رميسة هي أيدي وزوجها أنك يعني عبيد الله بن جحش بالورنجري بالله إلهي بن رمي وحده وكله إلى شريك له
وصدقت وحي رميسي رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فأهرقتهما وحي مركا كسو بين ودنسية قريش قريش من يعني من أمرهما أمر كودي يعني فأهرقتهما وحي كل حنبارين من أمر قريش من أمرهما عسرا عريس تذكي العذاب هي بمكة قالت وأنزلت بهما قريش وحي كد الجسي أشد العذاب حتى باطا إلى إهادين لا يضيقانك وأن أولك البقاء في مكة مكة إليك باقي النمو مكة أبيه الدقية أبي سفيان الدقية أي جوقي ويدر رملو كمان اللي ذا والو عذابين حالي قولك ننك سوء إيمانك قاتلتك قنامة إيسا إيهل كيسا أحيو ليبا للي هل العذاب سيؤون سلالما أغسى النمو فكان وحي أهالين في عداد المهاجرين أم حبيبة قبل اللي ذا دي والرملة إنت أبي سفيان هي زوجك يعني وحي أهاية في عداد المهاجرين مهاجرين تذلك هاجرين يكتر ترى إلى الله بدينهم لا هاجرون إنت إلهي ذلك وهاجر دين تود العرب اللاجئين منقل إلى النجاشي بإيمان إيمان كود الله منقل فاللقيا وحي لكل من عنده نجاشي أكتي سماء لقيا وحي لكل من إخوانه ولا الله المهاجرون المهاجرين تأمين من كرم الوفادة وفد النبا لسوء وفديتي أبو وناسنة هي وحسن الجوار الدرس النبا وناسنة حتى خيلة إلى لما لقل إلى أم حبيبته أن الأيام معلومه قد تفض لها إلي أول نفسنا بعد عبوس يعني مركي يعني كؤت كالين بعد عبوس يعني بعد مشقة الوان أيامه مركي كؤت كالين كدب إلي أول نفسنا أي أم الله مركي نمت قليل النجاشي هي شيء والكاس أي عبادة دولي أم النغوان إذ لم تكن ميسا هين تعلم مدعك يعني ميسا ما أقعه ما خبأت وحي أكيدسي لها أيضا المقادير المقادير إلهي وحي أكيدسي كما ورد مركا حيث مركا بسوي وحالله بحي صفو العبادة هي الراحة لبكي يعريني والا قبح فلقد شاء الله إلهي وحوضوني تباركت حكمته حكمته سكريسة أن يمتحين إني امتحان أم حبيبته امتحانا امتحان قاسيا وأذك تضيش فيه العقول عقل بأولو وريري عقوشه إلو وريري ذلك ما هي الامتحان قاس أن زوجها منك عبيد الله بن جحشنها قد ارتد عن دينه دين تيسبك الله سوى دين تيسلان لماذا وتنصره النصارى انت أرض الحرش اللي جوغي يعني وكاسو الرجوغي والنصار بن غضيب وجعله وحبوذة قلي يهدئ يعني إلو كجة جيسة بالإسلامية والمسلمين مسلمين تيسلان وحكا شيئا ما هي قاس مولين ثم أكب وحو قابلي على حانات الخمارين يعني ما إيش كلاب كخبرنا اللي جعبه وبو قليه تأو بقاعد يقول نبي يهبني ما لي بفديا يعاقر وحو يعني عبيا وجبنا يا أم الخبائث وان يعاقر أم الخبائث خبرنا أم كل بدل جبنا يا قم كل بدل جبنا يا قم حنا كأبو فديا فلا يرتوي ما بقدر جاي منها ولا يستبيع كبدر جاي خبرنا ما بدر جاي سو أي كو ولا يعني وقد خيرها قوادي وعوقي يارجلي يقول نسارة ويلخاص وخبرة كسر درج المسلمين توحكا شيء قوادي وعوقي يارجلي بين أمرين لما أمر مدقى مدور بدوي أحلاهما لما دوذو مدك معان ومر وخراريها مدو مدك كالواكا خراري فإما أن تضلق إلا غفره وإما أن تتنسر إينا تسارة وجل يسرع وحكا دعية مجر إنا ستحنا عبد الله كسارة إينا نسارة وحكا دعية ملده وجدت أم حبيبة وحيها شيء نفسها نفسها بين ثلاثة أم حبيبة مركة مركة أنت سوقها بشيء صدح الرماد أمها ماشا ويماتا فإما أن تستجيب إلي أجيبت لزوجها نكي هذه أو فتنصر أي نسار ودينت الإسلام لأيك اللعبة وبذلك أرنت أثنى تبوء إلى اللعبة بخزي الدنيا وعذاب الآخرة الدنيا هو قيدي عذابك آخرة إلى اللعبة وإما أن تعود إلى نقطه يفر أنت ترى إلى إسكن نقطه إلى بيت أبيها أبيها تقول جاهدو في مكة هذه وهو ما زال كما زولنا أبيها تقول جاهدو قلعة الشرك إنه يهي قلعة الشرك إنه وما سيقال لما شاء الله إكسو عرفت أبيها تكتادنا والو عذاب وإما أن تبقى إلى باقي نقطه في بلاد الحوشة يا أرض الحوشة إلى إسكن جوكتو وحيدة أي وكل جاهدو شريدة يعني درجوك نقطه درجوك شريدة أول ومعها معيذنا ابنته صغيرة قبر يرى نسيبها هيستها حبيبته قبر لوكي يوم حبيبة ليسوما قبر هذه حبيبة وغطاء يعني آبها ذي ريركو ذي لقصو كسو هاجرتي منك يذينا ماشنو انتو كن نسارو بكفري أرض حواشهم بها دل وحيد كن غن علا صدح لها الرباط كير روم بل صدح لها اسقبت فآثرت وحيد دورة رضا الله عز وجل
إلهي رديه سهرت دورته عن كل أمر ميك دورته إلى إن النصارى من يهرت دورته إسلام كفاجات وأزمعت وحي مركا دنا دنقو أنصتي البقاء في الحوشة إلى أرض الحوشة إسكت جوكت حتى يأتي الله إلهي إلى ولي ماله بفرج فرج من عندي حقيسة لم تظل ميسا ديران مأساة أم حبيبة أم حبيبة مركتي يتيران يدي كثيرا وحبلا فلقد قضى زوجها من كيدي يا وحو دميس نحبه أي والحال هو سكران مخ أي أي مخ سوروا مخبور من كيدي قضى أي ما تودت نحبه يعني أجل كيسبه يعني قوسه وادنتي والحال هو سكران أسوأ والان ومخبور خبريس سوى خبريس ونحن نحن 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 فأنت كاسه تقي حق كيد أي كو ثم إنها أيضو ما إن تمت ليلة تابلغن عدتها عدة ليلة منه حتى أتاها الفرج من قال لك عدة ليلة تاويسي قويسة سدح لديك يكون عدة قويس ليه فرج باب مركب ويبن ففي ذات ضحن صبح يعني صبحيها كمل وقت برقنا في اللي يسنا به يلقى سماد صبح صبحيها كدوان أصلا دم يعني في اللقد مدنس قروح ديس أي نور كيسر وإفاية صبح يعني وقروح بدا وجيس وإفاية صبح صبحيها مالمها قالوا وقروح بدي وصبح ذا بشارده كوت مدوان صبح مالمها إلى مدبها مالكا سلمي ذا يا طريق عليها الباب الباب كان لغسو قراع قولي يا سيدي تقواني ريكوي سيدي قو 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 الباب كان لغسو قراع فلما فتحت مركي فرطي فوجئت وحلوسه كذي بأبرهة وصيفة النجاسية قواني أبرهة الأورنجري وصيفة النجاسية النجاسية يعني خادمة دي ساهي يعني قولي تكشقيني والحال هي أيضا تحييها وتقول الله يعني قواني أبرهة الأورنجري يريد تاغنه ويسلامه وتقول الله وحيقول له إن الملك بقرك والنجاسي يهديك السلام السلام يعني كو صدري يهديك وحكو صدري السلام ويقول لك وحكوليها إن محمد محمد رسول الله قد خطبك وكصادني لنفسي نبي محمد باك صادني ووكله وصوك شيء وحيصه وكاشي أي عقيدة له عليك إن أنا كونك أحيانا وإيصوك وكاشي فوكلي عنك صوك له من تريدين قفك دونيس إذا شئت أنا هدار قفك أدسك المسلمين تأنيك أردت صوك له ولا ينصار أبو مهري ولي هكون نغضي فاستدارت ويد يعني أم حبيبة ويد وصي وفرحا وهتفت ويد واغضي بشرك الله بالخير بيكتر قول خير الله كوكو بشاري بشرك الله بالخير ثم قال وحيثري لقد وكلت وحان وكاشي عني حقيقة ووكيل لقاء خالد بن سعيد بن عاص ننك مسلمين تكمل خالد بن سعيد بن عاص ليلال فهو أقرب الناس إلي فتك أسقى يقولوا حق قرابة يعني في هذه الدارية من كاسا يقول وكيل وطب وفي قصر النجاشي بقرك النجاشي ها قريجي بقرته يدا يي استمع الصحابة وأصحابة كسا أروري نكاحي أم حبيبة لقصة مين يادي نكاحي أم حبيبة قريجي سيبا اللي سوي من أصحابة المقيمون الجوغي في الحبشة أصحابتي أرض حبشة جوكتون تنوي سديتن كها حبت كما حرين حفلت النكاح ومحبيبها اللي يقيم قليا قرية بقر كان نقوم هرين ليا آي ليشهدوا إنا حاضران وعقد أم حبيبة أم حبيبة النكاح إذا ليك قيم قلان على الرسول اللي هو النكاحين يسلوات الله وسلامه عليه فلما اكتمل مركو كامل لغضي الجمع الجمعي ومركو تذكر بين سوء مهدان حمد النجاسي والنجاسي ومهدي الله إلهي ومهدي وأثنى عليه وأمان ثم قال وحي النجاسي عربي هو يغاني بل اسمعهم هو يغاني إلهي ومهديه ثم وأثنى عليه وأمان ثم قال وحي لما بعد فإن الرسول رسولك عليه الصلاة والسلام طلب مني وحي قدلبي أن أزوجه إلى أن أقريه رملة بنت أبي صفيان فأجبته وأن أجيب إلى ما طلب وأمهرتها قمنا وحن مهر أغدق إياه نيابة عنه أنه نبي النائب كأه أنا قمنا مركي دبحنا إياه أنه نبي النائب كأه وحن قمنا مهر أغدق إياه 400 دينار أفر بقوله دينار ذهبا وذهبا على سنة الله ورسوله إلهي سنة ديسي رسولك سنة ديسي وأساسه قبلها مركي للنكاحين هي وإن الله مقعاب مهرك مهر الله مقعاب على سنة الله ورسوله ثم قام هو استاقي خالد بن سعيد بن عاص ومركي قمت منك قمت وكيلت ولا ينسان فحمد الله إلهي بمهدي
واستعان به وكالمس وصلى وسلم وسلم على نبيه ثم قال وحده ما بعد فقد أجبت وان أجيبي طلب رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوجته وان أجوري موكلتي مدي إصوه وكالتي فملة بنت أبي سفيان وأجوري نبي وان أجوري نجاشي هو أقبل يدي قبضوا حي ولا يدي أديبتي خالد بن سعيد خالد بن سعيد بعد قبضه نجاشي هو أقبل يدي النبي هو أقبل نائب كي قبلت نكاحها له وان أقبل يدي نبي محمد وان أقبل آية فبارك الله الله أبركي يا لرسوله الله أبركي في زوجتي الله أبركي وهنيئا للرملة رملة وحأسو ناتي بوري يعني فرحات بأسو ناتي همبليو بما أحضاه الله به إلهي وحسيه من الخير خير كاو أيضا هل كان نسكت جوجو ولكن ننك هذا إنكار كاو بلايه أسكت عليه إلهي وحول الله دون إلي نبي محمد زوجه النقطة عليه ثلاثة وسلام وأرسل ود يعني عليهما أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان وابنتها حبيبة مرحبا يا سي النجاش ودياري سفينتين ومن سفنه لما الدنيو يعني دنيه تكمدو دياري وارسل وحقد عليهما دشولا يعني ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان ام المؤمنين رمله بنت ابي سفيان هي وابنتها جوده حبيبه هي ومن بقي عنده من صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام اي لما الدنيو ودياري marka uu ku diray asxaab nabiga iyo zawjadiisi iyo ku diray oo ugu diray madina كما أرسل معه معه رسول دريء ضعيفة وقدرة من الأحباش جمع سلامه آي هي وتملي منه ما بقى إني أركانه يعني مرحبا إن ده هو نكبر حسنا أي تظل عنه يعني آي مرحبا أي تبتع به أمدا طويلا ما بقى إني كدر جانه أي لما ولا هذا المدبر هي وصلاة إني تك وصلاة خلفه قلاش إذا كنت كذا وأمره وأمر عليهم دمانته عن جميعا دمانته أمر عليهم جميعا جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه يملح أقدي وأمر عليهم وملح أقدي جميعا جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه ثم أهدى وهديه وبقر نجاشه إلى رملة أم المؤمنين وهديه ولبه يعني مركب نكاح صلاة أدعى ونكاح صلاة أدعى لك يعني لك الدرير الروا نجاشه وحوش بيبه اللي إذا صلاة فيك قارقص ونير إلا كعمر كنا دمعي من السجى سنة إلهي وحوي مالها دين نكاح اللي قصة ما ينبعهم لعنوه مركز عنطم ماشر وكالدوني وحنو شرابي أدون بو يوكينيو وكادي مركز قوانا عرسي يدي يا سورية دي يا صداقي قوانا يا وحي يوداني يا كل أسجى تولي يدي فقر نجاشي هيا بحيه وان مرحبا مركز قلبي ثم أهداه وحوهد إلى رملة الرملة أم حبيب أم المؤمنين هاي جميعا ما عند النساء هو منا في ست وعيلها وين جسمه كأمره مثل الأركبه وح الله وح طيب قال أوه أيه ستو تقوله برفولي عطري ألامة كان هي والورث وح إعلان هي وح الله وح اللي سمريا هي والعودي هي والعنبري وح تقوله دنوه كما حمله وصده وح مباري بعض الهدايا هدية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هدية فربنا عندنا قبل يبودي ويو كبدي قعد وحيد من مقبل محاصيل عطر كذي ذهب كذي أدون يا بقاس هذا هدية بضام بقبل يودي وحيد النبي أوجي عليه ثلاثة وسلام آه وكان في جملة ما أهداه النبي وحيد هذه حكم ذا إليه ثلاث عصير صدح أولاد ما كم ذا أولهم آية تكي زال لقعة من رواعي عصي الحبشة حبشة أولها ذا قاتان كو وروح بدنا فأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بواحدة منها مدبونا وقاتل أما ثانية تين لبادي وثالثة فأهداهما نبو حوكر سيئا لعمر بن خطاب وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه وقد كان بلال بلال وحوها رضوان الله عليه يمشي بين يدي النبي النبي ورتيس لسع الجري بالعصا التي استبقاها لنفسي مدو النبي ورهبتي بلال بأول الجري ومدو مركز ثمالها وتاي الجري أي ويركزها ومد الجريو أمام ورتيس إلى قيمة الصلاة صلاة مركز لا قيمة صفر وقدرية وذلك في الأماكن أماكن توي التي لا يكون فيها مسجد ولا بناء يحددان القبلة لها يعني بناء إذا كنت تقول لي مساجد كي ما أنا كنت تقول لي هرتي سامي ولا قوم إذا صدر وكان وفي أسفار النبي عليه الصلاة والسلام مركو نبي سفر كيا يهو في العيدين مركو العيدة بناء كنت تقول لي وفي صلاة الاستسقاء وقد ظل بلال وحوها هذه يمشي بها مثل سعوني بين أبي بكر مركو نبي قلت عليه الصلاة أشهدنا أبي بكر ما لوري رضوان الله عليه فلما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب وإلى عثمان بن عفان
من يعني من بعده يمشى بها آيه مشى بها وحل سعد بين أيديهما سعد القاية القرضي سعد القرضي نكل إلى هذا أي أشي ورجل ثم تتابع الخلفاء وإسراء الرعين على ذلك الزمن طويلا زمن ده أربع أشهر لسكت أحلاي وأشي نبقى لسكت أحلاي آيه أشهر يعني هذا السنة هو باللقاته وقديمك مركو قدمة آخرنا يعني ذاتك يعني علماء أشهر إلي قاتل الله سنة وأشهر سوي وأول هرين من هرين يعني كوكاكو أم بكورا هين كذلك دمنا أشهر يعني مرجم كاسكو وضعته أشهر سنة إلي قاتل وأشهر نبي عليه الثلاثة سلام مرحبا كما أهدن نجاشي ونجاشي سيد أبوهد يلي للنبي عليه الثلاثة والسلام حلية حلية ينبي أسهد فيها فيها خاتم مرب يلبس فلان وسديبي فيها وكم خاتم يعني فرقشيو من ذهب ذهب فأخذه وقال النبي وإنه لمعرض عنه آية أصبح النبي سيجي سنه ذهب قام دوريني ثم أرسله إلى أمامة أمامة أدري ابنتي بنتي قمدي سات يعني قمدي دشيه زينب زينب قمدي قمدي دشيه أمامة هذا هو النبي وها أي ذهب كثير فرقشي ذهب كاول وقال لها وحويري تحلي بهذا يعني اسكو قرحي يا بني تقبدي دي اسكو قرحي هذا نو ركبان ركب الذهب محرتدي سوما قبدي دي اسكو قرحي بنا بكوي وقبيل فتح مكة بقليل يو انت قلن نجاشي ونجاشي قول الى جوار ربه وان مكة انت على فرين هرت هذا مكة انت ليس دينا على فرين وحي يركور ايو نجاشي دلتو غير دي اوتمت فدعا الرسول الرسول كووي صلى الله عليه وسلم اصحابت اصحابتي بوسوي يري للصلاة عليه اني كنت كذا وقال وحو يري ان اخاكم ولكن اصحمه النجاشية قد توفي والله أرسلني فصلوا عليه قلت كذا جبريل بعوشة كذا نبي وحي الله وش إنه النجاشي للبيت ثم أما النبي الإمام بقول نقض فصلوا عليه وقلت كذا صلاة الغائب مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيصلي وسكت كذا على غائب قبل النجاشية ولا بعد رضي الله الله كر هذا النقض عن أصحمة النجاشية وأرضاه الله رالق وجعل الله كيل جنات الخلد مثواه ماشي وكنا جانينا جنة اللبو وارى جنات الخلد الله كده فلقد قول المسلمين مسلمين تحجي مسلمين السابقين هرية من ضعف ضعيف نبو كحجي وأمنه وآمن جلي وآمن جلي من خوفهم عبسي وابتقى في ذلك روح قد البيع رنت أيضا مرضات الله إله رده سي ورسوله بكرة رضي الله عنه وارضاه الله سبحانه وتعالى.